المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة ستقوم في الأيام القليلة القادمة بتحول هام ومتمثل في علاقة من خلال ازدواجية التكوين والتعلم والبحث العلمي مع مركز للبحث، مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة ومركز التكنولوجيا الصناعية، وبالتالي سيكون هنا مهندس المدرسة العليا بجوار مهندس هاتين المدرستين، سيكون هنا الأستاذ الباحث والباحث الدائم، سيكون هنا الطالب المتعلم والأفراد الذين يشتغلون في مختلف هياكل هذه المدارس.